الو، اهلا اخ احمد، تفضل انت معانا على الهواء. انا اسمي حمام من خلفيه اسلاميه، عايز اقول ان الفداء كلمه جميله جدا، لان ربنا فداني ودمع الصليب بعد شيء كل خطاياي وذنوبي. رب صار رب جميل جدا ورب حنين جدا فوق مستوى البشر، واللي يعرفه هيحبه، ان ربنا محبه مش خوف. تفضل أخت رشا. طبعا الأخ أحمد يعني أثار نقطة مهمة جدا، إن الله محبة مش خوف. هل أنت كنت بتحس بإيه وأنت في الإسلام يا أخ أحمد؟ يعني ما بتيجي تعبد ربنا كنت بتحس بالخوف، كنت بتحس بالخوف من إيه؟ بخوف لو عملت غلط في الصلاح هيعاقبني، من العقاب، إن الله ديان وإن هو واقف لك بالمرصاد. ايه اللي انت اختبرته؟ ايه اللي انت حسيت بيه التغيير في العلاقه بتاعتك مع ربنا بعد ما انت قبلت المسيح؟ حسيت بمحبه، حسيت ان ربنا بيعوضني على كل شيء فقدته في حياتي. بالنسبه لحياتك الابديه يا احمد، انت حاسس انك انت دلوقتي لو غمضت عينيك دلوقتي هنا هوت على الارض هتكون فين؟ هل في السماء عند بابا يسوع؟ طبعا، لان في ضمان ابدي، وده حاجه جميله جدا، ان كل إنسان بيقبل عمل المسيح بيبقى فيه عنده ضمان. ربنا يباركك يا أحمد ويستخدم حياتك لمجد اسم الرب، باسم يسوع.